أي طقس العرب في الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال هذه الليلة وأيضا خلال اليوم غد بإذن الله. هذه الليلة تبقى الأجواء باردة نسبيا، خاصة فوق الجبال في عموم المناطق، تبقى معتدلة لطيفة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. الطقس طقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع 18 درجة مئوية، الملموسة 17، رطوبة عالية والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، إربد تسجل 31 إلى 21، نفس الحرارة في المفرق، جرش 30 إلى 21 وعجلون 29 إلى 21. المنطقة الوسطى البلقاء طقس صافي 30 إلى 24، الزرقاء 31 إلى 31 31 عفوا إلى 21، والعاصمة عمان 29 إلى 23، مأدبة 29 إلى 22، والبحر الميت 34 إلى 28. المنطقة الجنوبية الكرك 26 إلى 20، الطفيلة 29 إلى 23، الشوبك 27 إلى 22، ومعان 31 إلى 23. أما العقبة طقس حار مع 39 إلى 30. المنطقة الشرقية أرويش تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 22، نفس الحرارة في الأزرق، أما الصفاوي 35 إلى 21. إلى اللقاء.